السلام عليكم ورحمة الله، نرجع لكم في حلقة جديدة مع المدينة التجريبية في تعلم سيتيز سكاي لاين. في هالحلقة أتكلم وياكم عن الخدمات، كيف تتأكد أن الخدمات شغالة في اللعبة، وشو تبغى تسوي أنت عشان تعرف الخدمات هاي ستغطي ولا ما تغطي. أول شيء اللي هي محطة النفايات، طبعا ما بيفتح على طول معاكم كل شيء، بس من يفتح انت محتاج تشوف كمية الارض. في عندنا شيء اسمه اللاندفيل، الارض هاي وين هم يرمون شو المهملات كلها، يبون السيارات تطلع يكون عندها سيارات، او سيارة تطلع السيارة تسير عندنا خمس لين 15 سيارة، لسه نستعمل ثلاثة الحين ان شاء الله سيد اشتغلوا. انا ما احب الزحمة فما عليكم شوي، بس اسمحوا لي افتك من الزحمة المزحومة هاي. مثلا بحط اشارة هنا مثلا سارتاح شوي، زحمة وايد صراحة ومش عاجبني الوضع يعني، بعدها بتم زحمة. يبون عمال برايكم الجاربج كان. وثاني شيء عندكم الان سيناريشن بلانت اللي هو هذه حرق القمامة. طبعا انتم لاحظوا احنا تكلمنا وايد عن هالشيء، تكلمنا عن تلوث سمعي وتلوث ارضي، هذا يسوي الاثنين، يلوث الارض وسمعي بعد في نفس الوقت. فانتبهوا انكم تحطونه في منطقة سكانية قريبة من السكان. طبعا تكلمنا عن النطقة الضجة السمعية هي ضجة الصوت اللي تطلع، في ناس تمرض وتموت منها، فلازم ننتبه شو نسوي ولا غيره. وها عالقة عالقين والله في الزحمة، وكيف الزحمة زين دام الوضع زحمة وايد، بس خلونا اكبر للشارع، انا مش ما بشوف زحمة يعني تخرب المزاج الزحمة صراحة. كانت ابجريد ذس تايب، انا اوريدي سويت الابجريد. اوكي شارع جديد حطيته اوريدي كبير، ممتاز. خلنا نوسع الشارع الرئيسي مو مشكلة، اساس الزحمة شوي تمشي. المبدا مالها زبايل بتطلع بتجمع زباله وبتي مره ثانيه تحطونه عند الانسنريشن بلانت اللي هو الحرق، وتفتك من الوساخه، لان الارض هاي بتنترس بعد فتره. اذا تدقون على الجاربج بتشوفون فوق الارض هاي لها استعمال معين، توصل 100% بعدين المدينه عندكم تستوي كامل وساخه كامل كامل من الاخر. فنحن نحتاجين ان انسنريشن بلانت يحرق اكثر من كمية الوساخ. طبعا انا عندي وايد لان هاي مدينة تجريبية وما عليها لمت فلوس وما عليها ميزانية وما عليها ذلك، اللي بنشوف كيف نسوي بالتفصيل في الحلقات الثانية اللي هي نبني احنا فيها المدينة ونتابع بس هني كيف تشتغل الامور وبهالبساطة تشتغل. ثاني شيء العيادات، طبعا احنا ما حطينا هني كل عيادة وكل مستشفى له مجال، يعني مثلا اذا كل منطقة تشوفونها مكونة بالأخضر، يعني في عيادة أو في مستشفى، لأن عندي مستشفى كبير يغطي المنطقة هاي، نحن محتاجين المستشفى يغطي بالطريقة هاي يكون غطينا المنطقة هاي. شوفوا استوى كامل أخضر، ما عندنا شيء أحمر. إذا طلعت لنا بيوت حمر، إذا طلعت لنا أي بيوت حمر، هذا معناه أن هذا المكان ما قاعد يوصل للمستشفى أو ناقص فيه العلاج. أنا ممكن أحطي 10 مستشفيات مكان واحد ويطلع عندي الهيلث كير اخضر، واخر شيء هنا ما حد يقدر يوصل المستشفى، فلازم تطلعون منو يوصل المستشفى بعد في نفس الوقت، وكلهم يحتاجون مقبره من الخدمات الاساسيه. طبعا هنا نفس الشيء، ما عندي مكان انا احمر، بس اذا شفتوا مكان محتاج مقبره زيدونا مقبره. وهذا نفس الشيء معالجه الموتى، ما اعرف يحرقونهم ولا غيره، ولا والله ما اعرف، ولا يدفنونهم طوابق مش متاكد، بس ان حل في اللعبه يوفر حلول الصراحه. وصل لك كهرباء، وصل له ماي، اوكي وصل لك كهرباء، بالحظ وصل لك كهرباء على فكره. ونفس الموضوع يشتغل على المطافي، مثلا شوفوا هنا ما عندي تغطيه مطافي، بحط واحد مطافي، امسك واحد مطافي، شفتوا البيوت استوت زرقاء. بعد المطافي ترى ما يكفي المنطقه يعني احتياجها، يعني هلا ما كان يكفيها المطافي. شوفوا في بيوت بنيه، بس اذا فرضا بنت المطافي هذا وحطيت هذا الكبير، شوف كلهم زرق خلاص يغطي، يقدر يلحق اذا استوى حرايق وايد خلاص يغطي عليهم. والبيوت كل ما تطور الزحمه تزيد،
ونفس الشيء بخصوص الشرطة نفس الشيء، بس المنطقة آمنة، فما ما أحس إني محتاج أحط مركز كبير. خدمات الحدائق تخليهم يتطورون، تخليهم يلعبون، تخليهم يستانسون، تخليهم يفرحون. إذا أنت تبون المنطقة سعرها يزيد، شوفوا المكان الأحمر حطوا فيه حدائق. مثلا أنا أحط لأن ما عندي ميزانية، بس أحاسب شوف عندي وايد أنا أماكن مقصر فيها. مثلا حدائق جزء من الخدمات المهمة، دورنا شيء صغير يركب هني. فمفروض ان نحسب حسابه قبل، مفروض ان نحسب حسابه قبل عشان يزرقون. طبعا لها كمية استيعابية معينة 150، وانا عندي هالعمارة بروح تشل. لحظة، هاي مش عمارة سكن، هاي عمارة سكن، هاي تشل 24 واحد. انا اذا عندي منطقة فيها 10 عماير من هاي حديقة، يمكن اصلا متكفيها، حديقة متكفيها. فوق انه اذا بنينا نحن اصلا حديقة، مثلا نحط حديقة ما اعرف اي مكان، هاي وايد بتاخذ مساحة. مثلا هني بيبدأون يتطورون وبيبدأون يغطيهم، شوفوا غطيناهم لنا اكثر من حديقة، حدائق عندهم الحين كل مكان. طبعا انتبهوا للمساحة، المساحة الخضراء هي المساحة اللي تقدر تغطيها الحديقة لعدد الزوار. كل ما كان قيمة الارض اعلى، طبعا انا اسوي عشوائيا. المفروض انتوا اذا تبون تسوي شيء نفس هذا ما تسوونه عشوائي، تخططون قبل بوقت ان هني بيكون في حديقة، لان في ناس سكنت خلاص. يعني ترى انت انا يا سطرد ناس مقابل اني احط حدائق اسويها بس منطقة خضراء. على فكرة يشمل الصناعية بعدها، حط الصناعية يهمهم قيمة الارض، كم قيمة الارض وكم محتاجين. هاي الخدمات المهمة بشكل عام، هاي الخدمات. ما اشوف ان موضوع الخدمات بيحتاج وقت اكثر من هذا. هذا بشكل عام شفتوا كل الخدمات. ف اذا محتاجين اي سؤال ثاني ولا اي شيء ثاني تشوفوا الحين، هذا شفت هذا يقول عنده زبالة، شوفوا انا ما حاطه هنا زبالة زين ومغطي انا، بس هالمنطقة هاي مو بوصل لها الخير، فبحتاج اني احط مثلا شيء بعيد عنهم. يعني ما بحط شيء في حضنهم يسوي تلوث. احط لهم هني مثلا محطة حرق، مكان مش اوكي ابدا طبعا، ونمد له ماي، او ماي مدينا نحن من ساعة صحيح، مش من ساعة كان في حلقة المي زين. هذا بيغطي لهم مرة ثانية، بيشيل عنهم الزبايل كلها وبيروح. فالمنطقة نفسها كل منطقة اذا كانت بعيدة وايد، لان انا عندي ساعة سيارات معينة هني وساعة سيارات معينة في المكان هذا، مش ممكن اذا الزبالة زايدة والقم مالهم ما بيوصل كل مكان، بيتم يجمع من اول اماكن والسيارات كلها مشغولة، فتحتاج اماكن اكثر موزعة حول المدينة. فالحلو المدينة تكون شوية موزعة، الصناعية ما تكون مكان واحد، والسكنية والتجارية ما يكون مكان واحد، تكون اقسام. اذا كانت اقسام تقدر تحطي في كل صناعية مثلا تجميع قمامة، تجميع زبالة، تجميع غيره، صحة وهذا وما إلى هنالك، عساس توصل لهم كلهم الخدمات نفسها. وهني أنا بنهي الحلقة اليوم، مو بك ما في غيرها. هذا إن شاء الله الخدمات اللي لازم توفرونها وتنتبهون لها، وإذا في أي شيء تبون تعرفونه هدوا سؤال تحت في الكومنت. وإن شاء الله إذا عجبتكم السلسلة بعد ما نكملها زيادة، وبنحط شغلات زيادة تشوفونها وشغلات كيف تتسوى في لعبة سيتي سكايلاين، وحياكم الله.